بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم في حلقة جديدة من شرح مادة الشركات التجارية. اليوم إن شاء الله سوف نقف مع أنواع الشركات التجارية. كما تعلمون أن المشرع المغربي يعني أوجد تنظيما قانونيا محكما للشركات التجارية، حيث خص القانون رقم 1795 للشركات المساهمة، فيما نظم باقي أنواع الشركات بمقتضى القانون 596. إذا للحديث عن أنواع الشركات سوف نتحدث، أو بصفة عامة فقهيا، الشركات تقسم إلى ثلاثة أنواع: شركات الأشخاص، شركات الأموال، ثم الشركات المختلطة، وسوف نقف مع كل نوع من هذه الأنواع. نبدأ بداية مع أول نوع من أنواع الشركات، أو قبل الولوج إلى تحديد أنواع الشركات، هناك ملاحظة لا بد من إثارتها، وهو أن الشركات في التشريع المغربي يتحدد طابعها بالنظر إلى شكلها وليس إلى موضوعها، بمعنى أنه الشركات في المغرب تعد تجارية مهما كان نشاطها، باستثناء بطبيعة الحال شركات المحاصة. يعني متى ما ذهب الشخص إلى لتأسيس شركته في أحد الأنواع المنصوص عليها في قانون الشركات المغربي، يعني سواء شركات مساهمة، شركة توصية البسيطة، التوصية بالأسهم، شركة ذات المسؤولية المحدودة، أو شركة التضامن، يعني متى ما اتخذ أي شكل من هذه الأشكال فهنا فتكون شركته شركة تجارية، ولو كانت تمارس عملا مدنيا، باستثناء شركات المحصة التي لا تعتبر تجارية إلا إذا كان غرضها تجاريا، لأنها شركة مستثمرة، شركة لا تكتسب الشخصية المعنوية ولا يتم تقييدها في السجل التجاري، وبالتالي لا تكون تجارية إلا إذا كان غرضها تجاريا محضا. ننتقل إلى نقطة مهمة، وهي الحديث عن شركات الأموال. متى أو ما هي الشركات التي يمكن أن ندرجها ضمن شركات الأموال؟ فشركات الأموال تتميز بالخصائص التالية: أولاً، تقوم على الاعتبار الشخصي، تتكون من عدد قليل من الشركاء تربطهم صلة معينة. عندما نقول على أنه تقوم على الاعتبار الشخصي، بمعنى أن شخصية الشريك تؤخذ بعين الاعتبار من ناحية الذمة المالية، من ناحية الاعتبار الشخصي. هذه الشركات تتكون من عدد قليل من الشركاء، في الغالب تربط بينهم صفة صلة معينة، مثل مثلا القرابة، الصدقة، عفوا الصداقة، يعني تكون في الغالب بينهم علاقات إنسانية قريبة جدا تدفعهم إلى أن يؤسسوا هذا النوع من الشركات. وبالتالي قلنا تقوم على الاعتبار الشخصي، بمعنى أنني أنا عندما أرغب في تأسيس الشركة أنظر إلى الشخص الآخر الذي سأؤسس معه شركة نظرة شخصية على المستوى الشخصي. أيضا هذه الشركة تقوم، ما دامت أنها تقوم على الاعتبار الشخصي، بمعنى أن عنصر الثقة يعتبر هو المحور الأساسي المكون لها، وبالتالي انعدام الثقة أو لا زعزعتها يعني أنه سيؤدي إلى هدم الاعتبار الشخصي، بمعنى أن هدم الاعتبار الشخصي سيؤدي بصفة مباشرة إلى هدم الاعتبار الذي تقوم عليه الشركة، بمعنى سيؤدي ربما إلى كذلك إلى إنهاء الشركة أو إلى انقضائها، حال مثلا وفاة أحد الشركاء، أو الحجز عليه، أو الانسحاب ديالو من الشركة، أو لا فتح التسوية أو التسوية القضائية في مواجهته. هذه الأمور كلها تؤدي إلى هدم ذلك الاعتبار الشخصي. أبرز أنواع الشركات الأشخاص هي شركة التضامن، شركة التوصية البسيطة، وشركة المحاصة. شركة التضامن لأنها فقط يعني تتوفر على شركاء متضامنون. شركة التوصية البسيطة وإن كان فيها نوعين من الشركاء، شركاء متضامنون وشركاء موصون. وشركة المحاصة، هذه هي الشركات الأشخاص بالدرجة الأولى، ولديها هذه الشركات لديها خصائص مميزة على مستوى تسمية الشركة، على مستوى مسؤولية الشركاء، كل شيء سنتحدث عنه إن شاء الله في
باقي الحلقات المقبلة عندما نخصص كل شركة بالدراسة والتحليل. هذا باختصار شديد ما يتعلق بشركات المساهمة، عفوا شركات الأشخاص. ننتقل الآن إلى الحديث عن النوع الثاني من الشركات، وهي شركات الأموال. شركات الأموال تقوم بالدرجة الأولى على الاعتبار المالي، ولا يكون لشخصية الشريك أي أثر فيها، بمعنى أن هذه الشركات ننظر فيها إلى الاعتبار المالي، ننظر فيها إلى الحصة التي قدمها الشريك في رأس المال يعني كمساهمة في الشركة، ولا ننظر للشريك يعني سواء لشخصه أو يعني لذمته الشخصية. نتحدث عن الذمة المالية، وبالتالي هذا النوع من الشركات لا ينظر إلى الشريك، وإنما ينظر إلى الحصة التي قدمها في الشركة. هذا النوع من الشركات العبرة فيه بما قدمه الشريك من مال، بغض النظر عمن يكون هذا الشريك. وبالتالي هذه الشركات لا تتأثر بما يطرأ على الشريك، مثلا من نقصان أهليته أو التصفية أو التسوية. لماذا؟ لأن مسؤولية الشركاء في شركات الأموال تكون مسؤولية محدودة، أو مسؤولية غير مطلقة، يعني فقط مرتبطة بالحصة التي ساهم بها في رأس المال، وليست مسؤولية تضامنها كما هو الحال في شركات الأشخاص. وبالتالي تغير أو وقوع حدث أو مستجد على شخص الشريك أو على أهليته أو على ذمته المالية، أو يعني مثلا كوفاته أو الحجز عليه أو انسحابه من الشركة، هذا النوع من هذه العوارض إن صح التعبير لا تؤثر على شركات الأموال. ويعتبر النموذج الأبرز لشركات الأموال هو شركة المساهمة. شركة المساهمة تعتبر النموذج الأمثل والأبرز لشركات الأموال. لماذا؟ لأنها تقوم على الاعتبار الشخصي الاعتبار المالي عفوا بالدرجة الأولى، ولا يهمها أسماء الأشخاص أو إلى غير ذلك. النوع الثالث من الشركات يصطلح عليه الشركات المختلطة. الشركات المختلطة، الشركات المختلطة هي شركات تجمع بين خصائص شركات الأشخاص وخصائص شركات الأموال، أي أنها تقوم على الاعتبار الشخصي والاعتبار المالي. تقوم على الاعتبار الشخصي وتقوم على الاعتبار المالي. مثلا لدينا من بعض أنواع الشركات: شركة التوصية بالأسهم، شركات ذات المسؤولية المحدودة. لماذا؟ هاتين النوعين من الشركات يعتبر من شركات مختلفة، لأن هذا النوعين من الشركات يعني تضم نوعين من الشركاء. على سبيل المثال، مثلا شركة التوصية بالأسهم تضم نوعين من الشركاء، شركاء متضامنون يخضعون لنفس الأحكام الموجودة في شركات التضامن. مثلا مسؤوليتهم عن ديون الشركة مسؤولية مطلقة، يكتسبون الصفة التجارية، هم من يعملون على تسيير الشركة وإدارتها. وهناك نوع ثاني أو صنف ثاني، هما الشركاء أو المساهمون الموصون. هؤلاء يخضعون لنفس النظام المطبق على المساهمين في شركات المساهمة، بمعنى أن مسؤوليتهم تكون مسؤولية محدودة، بمعنى لا يكتسبون الصفة التجارية، لا يعملون على إدارة الشركة. بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة، هي في حد كبير تشبه شركات الأشخاص من حيث التقييد من قبل حصص الشركاء فيها، بمعنى أننا سنتحدث على هذه من بين الخصائص التي تميز الشركات، وهي أنه يتم تقييد حصص انتقال حصص الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وكتشبه إلى حد كبير، وهذا الجزئية ديال تقييد انتقال حصص الشركاء تشبه كثيرا شركة الأشخاص، وتشبه شركات الأموال من حيث تحديد مسؤولية كل شريك فيها عن ديون الشركة مقدار الأنصبة دياله في رأس مالها، أيضا من حيث إدارتها والرقابة عليها. ومع ذلك يمكن القول بأن هذين النوعين من الشركات هم أقرب إلى شركات الأموال منها إلى شركات الأشخاص، بمعنى شركة توصية بالأسهم وشركة توصية وشركة ذات المسؤولية المحدودة في شق كبير منها تنتمي إلى شركات الأموال وليس شركات الأشخاص، وإن كانت فيها بعض مميزات شركات الأشخاص. هذا باختصار شديد أنواع الشركات، على أساس أن نتطرق في الحلقات المقبلة
إلى كل شركة على حدة بإذن الله.